أعزائي طلاب الصف الثاني، سنذهب معا في جولة سريعة في أيام الأسبوع الأول من المدرسة. أولا، سنقوم بالعديد من الألعاب والأنشطة التي تساعدنا في الإجابة على هذا السؤال: ماذا نعرف عن أنفسنا؟ ليتيح لنا المجال للتعرف عن أنفسنا أكثر ومعرفة أصدقائنا في الغرفة الصفية. وفي اليوم التالي سنقف معا لنحدد اتفاقية بينكم وبين معلمتكم، كيف يكون سلوكي في درس اللغة العربية؟ وهنا سنقوم أيضا بالعديد من الأنشطة لتساعدكم على التفكير. ثم سنبدأ في رحلة جديدة حول التعرف على حقائق العائلة في الماضي والحاضر. كيف كانوا يعيشون ضمن أنماط سلوكية مختلفة عن وقتنا الحاضر؟ وبعدها سنشاهد العديد من مقاطع الفيديو ذات العلاقة التي تساعدنا على معرفة ما يلي: معنى العائلة، عادات العائلة قديماً، عادات العائلة في الحاضر، ومعرفة الفرق بين الماضي والحاضر. ثم سنرسم معاً أفراد العائلة ضمن مفهوم الشكل في شجرة جميلة لنتعرف على أنواع العائلة التي سنحددها في الأسبوع الثاني من الدوام إن شاء الله. وهنا أتمنى لكم أسبوعاً شيقاً مليئاً بالحماس والمحبة والنجاح.